أو صارت الكوفة حاليا في يعني سجن شبيه السجن. وكانت مشية تضامنية واستنكارية من عمارة سميرة باتجاه انسياج الفاصل الذي يفصل أبناء مدينة الكوفة عن مسجد الكوفة المعظم. هذا السياج غير قانوني، وهذا السياج سبب أضرار مادية ومعنوية اللي هي عزل مدينة الكوفة عن باقي الكوفة. يعني اليوم تباوع السياج متقدم أمتار في داخل شارع السهلة، في حين هو يكون يفضل إرجاعه إلى هناك. احنا نطالب اول شيء الدولة، رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، لان هاي المحافظ وقيم مقام ورئيس البلدية مدير البلدية والامين مال الاوقاف ما سوانا شيء لازالة هذا السياج. هذا شوف التجاي، شوف امامك، هذا شارع يجي من مسجد السهلة يروح للنجف، هذا نسد هنا حاليا بسبب هذا السياج. انت روح شوف ذاك الشارع الرئيسي اللي يربط من الولاية وللجسر هم من سد بسبب هذا السياج. هو السياج حجي مدينة الكوفة، هذا السياج هذا بعد يسوي خنافات مرورية يعني على أهل الكوفة ومدينة الكوفة. هذا هو السياج، هذا السياج تشوفه. قعدنا هم يعني اتصلوا بينا على مين، احنا قدمنا اخبار المحكمة الكوفة على مدى السياج، الاختناقات المرورية قاعد تصير بهذا السياج. فمن قاعد يتفاوضوا يعني قلنا له ابوي انت شنو السبب اللي مخلين هذا السياج بي؟ كان يقول لنا واحد، يقول لنا والله خاف يصير زفات فوق هذا. قلنا له قاعد يصير جو، قال لي جو ما لنا علاقة بهم، بس ما يريد يصير فوق الزفات والرقص قبال المسجد الكوفة. هذا وعد، هذا وعد.